ولا شك أن قيام الدولة السعودية الأولى وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية ونجاحها في إرسال الاستقرار والأمن والحكم الرشيد أدى إلى النقمة عليها، إذا بدأ بعض البعض إطلاق مصطلح الوهابية على تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة وبادية صحيحة. وأنا هنا أدعو الجميع للعودة إلى تراث الشيخ محمد الوهاب والبحث في ثناياه عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ولن يجدوه أين الجديد أو الاختراع في هذه الدعوة حتى يطلقون عليها عشان الألقاب والصفات ويسمونها تتضمن أشياء غريبة خارج الدين الإسلامي. قال الملك عبد العزيز رحمه الله كما جاء في صحيفة أم القرى: يسمون الوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة كان يبثها أهل الأغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد عبد الوهاب الجديد، فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة.